حياكم الله مشاهدينا وما كنتم قاعد تتابعونا. يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الصباحي واليومي برنامج في الضحى. بداية قلوبنا كلها مع أخواننا في لبنان، ويعني الله يكون في عونهم أكيد، والله يحفظ المسلمين في كل مكان. وفي حلقتنا لهذا اليوم حبينا تكون أكيد مميزة، ورح نتناول فيها أخبار مختلفة حول هذا الموضوع بالتأكيد، ومواضيع كثيرة وعديدة. ومن ضمن هذه المواضيع رح نتحدث عنها إن شاء الله في هذا اليوم عن المرأة القطرية تحديداً وإنجازاتها ودورها في المجتمع. المرأة برزت وتميزت، وأكيد واجب علينا أن احنا نسلط الضوء على هذه الإنجازات وعلى الطموح اللي احنا دائماً فخورين فيه لما نشوف بناتنا في تميز وإبداع في كافة المجالات. المجالات اللي راح نسلط الضوء عليها اليوم راح نتعرف عليها إن شاء الله من خلال متابعتكم لحلقتنا لهذا اليوم. بداية أصبح عليكم وصبح على أخوي عبد الله. صباح الخير. صباح النور حنين، وصبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج فيه الضحى. مثل ما ذكرت حنين، كل التعازي وخالص التعازي والمواساة لأسر للأسر في انفجار بيروت، ونتمنى يعني التكاتف، نتمنى من الجميع أن يكون متضامن مع هذه الأزمة، وإن شاء الله يعني أزمة وراح تعدي مثل ما الكل يقدر يعدي كل الأزمات اللي يواجهها في حياته. يعني هذه نعتبرها أزمة بسيطة إن شاء الله وراح تعدي، مثل ما حنين في كل أزمات في حياتنا من بداية عديناها وقدرنا نتجاوزها، وأكبر مثال أزمة كورونا اللي إحنا عايشين فيها، قدرنا نتجاوزها وقدرنا نعديها. فيعني كل شيء يكون بالتكاتف، وكل شيء يكون بأن نكون مع بعض. نعم، أزمات الإنسان يمر فيها بشكل مستمر سواء كبيرة أو صغيرة، هناك في كل جانب مظلم إشراقة، فأنت واجب عليك أن أنت تشوف هذه الإشراقة وتحاول قدر المستطاع تزرع الأمل في نفسك وفي نفس القراب منك وفي نفس مجتمعك. الأسرة لها دور كبير بأن يكونون متكاتفين مع بعض عشان تتخطون هذه الأزمة. احنا قاعد نتكلم الحين بشكل عام عن أي مشكلة تواجهكم في الحياة. طبعا يمكن نرجع ونقول الكلام احنا نقوله يمكن مكرر ولكن يختلف في الصيغة، ولكن واجب علينا أن احنا نذكر أنفسنا ونذكر كل الناس اللي يتابعونا واللي احنا نحبهم بإيجابية حتى لو كانت صغيرة. يعني أحيانا يمكن شخص واحد قاعد يسمعنا يمكن كلامنا قاعد يأثر فيه، لا تتحطمون، لا تأخذون الأمور بسلبية. اليوم مصيره يعدي بيعدي بخيره ولا بشرف، الواحد لازم أن يكون متفائل قدر المستطاع. كل شيء مكتوب هو اللي راح يصير. دائما ابحث عن الأمل، دائما كون مع الأشخاص اللي أنت تحسهم راح يبثون فيك نوع من الإيجابية والتفاؤل في الحياة. نعم، لازم اللي يتفائل بالخير راح يجده إن شاء الله، وأكيد الصبر مفتاح الفرج. ومثل ما ذكرت آخر شيء، كون مع الأشخاص اللي راح يخلونك تتفائل وراح يخلونك تعدي هذه المراحل إن شاء الله. فإحنا نحاول ندور على الناس الإيجابيين، ونحاول ندور على الناس اللي ممكن أن يعدون هذه المرحلة ويانا. شفنا شخص سلبي، شفنا شخص ممكن أن يأثر علينا، نحاول أن نتعداه ونحاول أن نخليه بروحه، وإحنا نمشي إن شاء الله في هذا المشوار إن شاء الله. على موضوع الإيجابيين والسلبيين إحنا قاعد نتكلم عنهم بشكل مستمر. أنا قاعد أفكر، قاعد أقول الحين الأغلبية يزعل من أن الواحد إذا تكلم في ظهره، هاي شوي موضوع مختلف، أو مثلا يتضايق إذا أحد طعنه في ظهره أو قال عنه كلام غير الحق أو باطل. نطلق عليهم أحيانا اسم المنافقين، هو بحد ذاتها الكلمة كفاية وكلمة كبيرة في حق هؤلاء الأشخاص. يعني فليش ما نأخذ حتى هذا الموضوع في جانب إيجابي؟ شلون نأخذ الموضوع المنافقين بجانب إيجابي؟ لو أنت ما كنت قوي وشخص مؤثر وشخص عندك إنجاز وشخص الناس أو هذا المنافق عاجز إنه يوصل لك، معناته ما راح يتكلم فيك. صح. إما لو كنت إنسان عادي ما راح تأخذ جزء من وقته أو من تفكيره. فوق القوة هذه كلها مجرد إن أنت وراك يتكلم بس قدامك شنو؟ ضعيف، يبتسم، ينافق، ولكن هذه قوتك أنت. فحتى لكلام المنافقين لا تكترث، استمر، قدم، أعطي. أهم شيء أنك تكون متوكل على الله سبحانه وتعالى في كل خطوة تخطيها وتكون واثق منها. دام متوكل على الله وعارف أن أنت صح، لا تتأثر بكلام أي شخص قد يكون سلبي. كنت قاعدة أتكلم أقول بعد كم من يوم كذلك في برنامج في الضحى، أن الشخص اللي يكرهك بيطلع فيك عيوب الدنيا، والشخص اللي يحبك راح يطلع لك كل شيء إيجابي وخير فيك. فيعني رأي البشر يمكن يتغير. يعني يمكن أنا اليوم أشوفك وجهة نظر وأتكلم عنك بوجهة نظر، ولكن بكرة يمكن تتغير وجهة النظر. فأنت خلي وجهة نظرك وحدة وخليك متوكل على الله واتخذ القرارات الصحيحة،
وخاف ربك في كل خطوة أنت قاعد تخطيها. ونرجع ونقول دائما خلك مع الناس اللي يبثون فيك الإيجابية، من أهلك، من إخوانك، من أخواتك، من أمك، لأن دائما إحنا نحتاج إلى أشخاص يعلمونا مهما وصلنا. صح. من درجة تعليم ومهما صار عندنا خبرة في الحياة، ترى نحتاج شخص يكون موجود معنا، حتى لو كان هذا الشخص بسيط وما يمتلك يمكن كمية المعرفة ولا دارس ولا قاري، ولكن أحياناً القلوب النظيفة مهمة أنها تكون في حياتنا. صح. ولازم إحنا بعد ناخذ الجانب الإيجابي، مثل ما ذكرتي قبل شوي إنه شخص ممكن نظرته تكون غير وبعد فترة تتغير النظرة هذه، فإحنا بعد نحاول إنه ما نتخذ أو ما ناخذ نظرة من المرة الأولى في شخص معين، نحاول نتعرف عليه أكثر، نحاول ندردش معه شوي على أساس أنه بعدين نعرف ميول هذا الشخص، بعدين نعرف هذا الشخص بشنو يفكر. وإذا ناس فكروا فينا تفكير سلبي، نحاول أن احنا نبين لهم الشيء الإيجابي اللي فينا، تغيرت نظرتهم فينا شكرا، ما تغيرت نظرتهم بعد نقول لهم شكرا ويعطيكم العافية. فإحنا دائما نحاول ناخذ النظرة الإيجابية ونحاول نكون ناس ما نتبع للآراء اللي ممكن تجينا وتأثر فينا، بالعكس نخليها إيجابية بالنسبة لنا. يعني لو كان النقد بنا راح أكيد نتقبله، ولكن هناك طريقة وأسلوب في التعامل مع الأفراد وإيصال الرسالة. ودائما نهايتها في كلمة شكرا، دائما نشكر أي شخص قاعد يساهم ويقدم حتى لو كانت ابتسامة. صح. لأن هذه الابتسامة يمكن تغير يومنا. فأكيد هناك مجموعة من الأخبار نفس ما قلت لكم في بداية الحلقة راح تكون منوعة ومختلفة نفس ما عودناكم، بين الشرق وبين الراية وبين الوطن، بين أهم الأحداث اللي قاعدة تصير في العالم العربي، بالإضافة إلى أهم النشاطات والفعاليات اللي إحنا نشهدها في دولتنا الحبيبة دولة قطر. حريصين كل الحرص إن برنامجنا يكون منوع وإنه يغطي كافة التفاصيل. شنو أخبارنا لهذا اليوم؟ أكيد راح تكون منوعة، وأكيد زميلتنا نيفين دائما نفس ما عودتنا على التميز والإبداع والأخبار المتنوعة. يا نيفين راح تبتدين في أي جريدة؟ وأكيد راح يكون خبر حول الحدث اللي قاعد نشوفه الحين اللي أكيد الكل متأثر فيه. نصبح عليك أختي نيفين. صباح النور حنين، وصباح الخير عبد الله، وأسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام بكل خير هنا من مركز الأخبار في تلفزيون قطر مع هذه الجولة المختارة من أخبار الصحف المحلية الصادرة باللغة العربية لهذا اليوم الأربعاء 5 أغسطس. صحف هذا اليوم ركزت في مجملها على آخر المستجدات عن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع مساء أمس، وتحرك دولة قطر العاجل والإنساني لتقديم الدعم السريع للبنان في هذه المحنة الصعبة التي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية واقتصادية كبيرة. أيضا هناك خبر عن الإرشادات التي أصدرتها وزارة الخارجية للراغبين في سفر خارج قطر، بالإضافة إلى بعض الأخبار الصحية. ونستهل الجولة بصحيفة الراية التي عنونت في صدر صفحتها الأولى: سموه عز الرئيس عون والشعب بضحايا الانفجار، صاحب السمو قطر تتضامن مع لبنان، حيث أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء أمس مع فخامة الرئيس العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أعرب خلاله عن تعازيه لفخامته وللشعب اللبناني الشقيق في ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما أعرب سمو الأمير خلال الاتصال عن تضامن دولة قطر مع لبنان الشقيق واستعدادها لتقديم كافة أنواع المساعدة اللازمة لتخفيف آثار هذا الانفجار. من جانبه عبر فخامة الرئيس، كما أعرب سمو الأمير خلال الاتصال عن تضامن دولة قطر مع لبنان الشقيق واستعداده لتقديم كافة أنواع المساعدة. ومن جانبه عبر فخامة الرئيس عن شكره وتقديره لسمو الأمير على موقفه ووقوف دولة قطر الدائم ودعمها ومساندتها المستمرة للبنان. وقال حضرة صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: أجريت اتصالا هاتفيا مع فخامة الرئيس ميشيل عون للتعبير عن وقوف قطر إلى جانب الأشقاء في لبنان واستعدادها لتقديم الدعم الفوري إثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم، تعازينا للشعب اللبناني وندعو الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته و
وأن يشفي الجرحى. مشاهدينا، طبعا لطالما كانت دولة قطر سباقة في مواقفها المشرفة لدعم كل الأشقاء في كل الظروف القاسية والمؤلمة، وذلك مبعث فخر وشرف لنا جميعا. نسأل الله أن يقوم لبنان قويا من هذا الظرف الصعب، كما اعتدنا أن نراه دائما مثل طائر الفينيق الذي يقوم قويا من جديد. رحم الله الضحايا بواسع رحمته، وقلوبنا مع أشقائنا في لبنان. محطتنا التالية في صحيفة الراية وخبر بعنوان: وزارة الخارجية تقدم نصائح للمواطنين الراغبين في السفر، حيث نشرت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية نصائح وإرشادات للمواطنين الراغبين في السفر، وذلك عبر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وشملت الإرشادات عدة نصائح عامة تتعلق بمراعاة واتباع التعليمات الخاصة بكل دولة والمتعلقة بفيروس كورونا كوفيد 19، والتأكد من صلاحية جوازات السفر والبطاقة الشخصية في حالة السفر بها بحيث لا تقل الصلاحية عن 6 أشهر، والحصول على تأشيرات الدخول من البلدان التي تتطلب الحصول على تأشيرات مسبقة. كما شملت الالتزام بأنظمة وقوانين الدولة المضيفة والتقيد بشروط السفر وأنظمة الطيران العالمية وعدم حمل مواد ممنوعة وحفظ المستندات الرسمية مثل جوازات السفر وتذاكر الطيران والمقتنيات الشخصية الثمينة في أماكن آمنة، وعدم رهن جواز السفر أو البطاقة الشخصية لدى أي جهة بأي حال من الأحوال. ننتقل الآن إلى خبر اخترناها من صحيفة العرب: وزارة التعليم تعلن خطة العودة التدريجية للمدارس للعام 2020-2021. حيث أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي بأنه قد تقرر البدء بالعام الدراسي المقبل 2020-2021 بجميع مدارس قطر الحكومية والخاصة ورياض الأطفال وفقا لمراحل 3. يلتحق 30% من الطلاب في الفترة ما بين الأول إلى الثالث من سبتمبر، و 50% من الطلاب في الفترة ما بين السادس وحتى 17 من سبتمبر، وتصل نسبة 100% من الطلاب في 20 سبتمبر. وبخصوص العودة التدريجية على 3 مراحل، صرحت السيدة فوزية الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أنها تهدف إلى تقديم دروس سد الفجوة واختبارات قياس المستوى للطلبة، إضافة إلى توعيتهم وأولياء الأمور والكادر الأكاديمي والإداري بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة وسلامة الجميع. كما أشارت إلى أن الخطة المعتمدة للعودة التدريجية للمدارس الحكومية شملت مقترحا للدوام التناوبي للطلبة ومقترح للجدول المدرسي للحصص. أما بالنسبة لرياض الأطفال فسيكون الدوام من الساعة 7:10 صباحا إلى الساعة 12:00 ظهرا. ومن صحيفة الشرق اخترنا خبرا صحيا بعنوان: الجمعية القطرية للسرطان ترفع وعي الجمهور بسرطان الكبد. وتقول الصحيفة أنه اختتمت الجمعية القطرية للسرطان حملة احمي نفسك للتوعية بسرطان الكبد، وذلك في إطار يوليو وهو شهر التوعية العالمي بهذا النوع من السرطان الذي يحتل المرتبة 7 بين أكثر أنواع السرطانات انتشارا بين الجنسين في دولة قطر، وثاني أكثر سرطان تسببا في الوفيات بين الجنسين، وذلك وفقا لآخر إحصائيات السجل القطري الوطني للسرطان عام 2016 من وزارة الصحة العامة. واستهدفت الحملة التي تم تدشينها عبر منصات الجمعية الإلكترونية فئة العمال الذين يعتبرون من أكثر الفئات تعرضا لعوامل الخطورة المسببة لهذا النوع من السرطان، من خلال إعداد ونشر رسائل وفيديوهات توعوية بعدد من اللغات وهي العربية والإنجليزية والأردو وغيرها، وذلك لاستهداف أكبر عدد ممكن من الجماهير وتوعيتهم بالمرض والعلامات والأعراض التحذيرية وطرق الوقاية والكشف المبكر. وقد شارك في الحملة السيد خليفة هارون الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي الذي ساهم في الدور التوعوي للحملة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
خبرنا الأخير أيضا يتعلق بالصحة، اخترناه من صحيفة الوطن بعنوان هوس المطاعم يؤذي الصحة، حيث حذرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من الإفراط في تناول الوجبات السريعة والتي يزيد الإقبال عليها عادة خلال الأعياد والإجازات الصيفية بالرغم من مخاطرها وافتقارها للقيمة الغذائية لاحتوائها على الدهون المشبعة والمهدرجة. وفي هذا السياق قال السيد محمود عبد الرحمن أخصائي التغذية العلاجية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن وجبات المطاعم تحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة والمهدرجة وأحيانا المتحولة، بالإضافة إلى كمية خطيرة من الصوديوم والسكريات، إلى جانب احتوائها على سعرات حرارية مرتفعة تفتقر فيها للفيتامينات والياف ومضادات الأكسدة كما يشير اسمها بالإنجليزية جانك فود، فهي أطعمة مليئة بالسعرات وفقيرة بالقيمة الغذائية. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية جولة هذا الصباح في صحفنا القطرية الصادرة باللغة العربية، نتمنى أن تكون قد أضافت لكم معلومات وفائدة، لكم منا كل التحية من غرفة الأخبار. ننتقل بكم الآن إلى الزملاء في استوديو في الضحى، إليكما حنين وعبد الله. شكرا نيفين على هذه الأخبار، خدتينا في جولة طبعا على أخبارنا المحلية، ويمكن آخر خبر شدني شوي موضوع الأكل والوجبات السريعة. نحاول دائما أن ناكل أكل صحي، ونحاول دائما أن نتجه للمأكولات الصحية والوجبات الصحية على أساس أن نحمي نفسنا إن شاء الله من الأمراض. احنا وياكم مشاهدينا الكرام راح ناخذكم في جولة إن شاء الله على حالة الطقس وأجواء والأجواء خلال هذه الأيام، طبعا مع فاطمة اليافعي المتنبئ الجوي. في البداية صبحت الله بالخير، وعطينا نبذة عن الأجواء اليوم وبكرة إن شاء الله. صباح الله بالنور يا هلا. من المتوقع باذن الله استمرار التأثير على الساحل وداخل البحر بالرياح القويه والامواج العاليه لليوم وحتى عطله نهايه الاسبوع، ليكون الطقس حار جدا نهارا مع غبار خفيف الى غبار مطر على بعض المناطق نتيجه لاستمرار هبوب الرياح الشماليه الغربيه النشطه الى قويه السرعه خلال النهار. تتراجع شدة الرياح ليلا لتكون خفيفة ومعتدلة السرعة، حيث تكون الأجواء لطيفة وصحوة بوجه عام ليلا. مع درجات الحرارة في مدينة الدوحة لليوم سجلت أقل درجة حرارة صباح اليوم 36 درجة مئوية، على أن تصل العظمى نهار اليوم 44 درجة. وللأخوة مرتادي البحر يرجى تجنب كافة الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة نظرا لاستمرار التحذير، حيث تشير آخر الرصدات بتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 5 قدم تصل إلى 7 أقدام نهارا، كما نحذر من احتمالية تكونات التيارات الساحبة بالقرب من بعض السواحل، خاصة السواحل الجنوبية الشرقية من البلاد نتيجة لتزامن التحذير البحري مع ظاهرة المد العالي. هذا والعلم عند الله، أشكر لكم حسن استماعكم، أتمنى لكم يوم سعيد، مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. كل الشكر لك أختي فاطمة، يعطيك ألف عافية، ومشاهدينا أكيد مستمرين معاكم. ونفس ما قلت لكم في حلقتنا لهذا اليوم راح نسلط الضوء بشكل كبير على العنصر النسائي والإنجازات، ونتعرف على فتيات قطريات قدموا وحققوا إنجازات كبيرة في خدمة المجتمع، خاصة راح نتكلم في هذه الفقرة عن التخصص الطبي واللي شهد كبير من الجهود والتعب المستمر مع الظروف اللي احنا قاعد نشهدها في كافة التخصصات الطبية. طبعا في الخطوط الأمامية تكافح فرق الرعاية الطبية لمحاربة فيروس كورونا ضمن تدابير وقائية وإجراءات غاية في الدقة اتبعتها طبعا المؤسسة الصحية في دولة قطر لحماية طاقمها الطبي. اليوم معانا الدكتورة ارتفاع الشمري، أخصائية جراحة الثدي، أول طبيبة قطرية تتخصص جراحة أورام الثدي، خريجة الجامعة الملكية للجراحين بإيرلندا، عضو الجمعية الأمريكية للجراحين، والسفيرة الفخرية للجمعية القطرية للسرطان. يعني أكثر من كذي ما شاء الله تبارك الرحمن. فخورين دائما لما نشوف هناك امرأة قطرية تمثل المرأة العربية، كذلك لها تخصص، لها تميز، تسعى إلى التميز في أنها تقدم شيء يخدم بلادها ويخدم المجتمع ويخدم بشكل عام العالم العربي. ففخورين فيك وسعيدين فيك، وأكيد حابين أن تكونين نموذج وقدوة مشرفة لكثير من الفتيات اللي حابين أن يتخطون ويكونون في هذه
التخصصات وفي هذه المجالات اللي احنا قاعدين نشوف يمكن في تخوف كثير من البنات، خاصة لما يسمعون جراحة وما جراحة ودم وما دم، فأكيد حابين أكثر نحبب البنات اللي حابين يتخصصون تخصصات طبية تحديدا. أول شيء يعطيكم العافية، كفيتوا ووفيتوا جهود مبذولة، خاصة لما نشوف احنا تعبكم خلال هذه الفترة مع هذا الفيروس، مع وجود وانتشار الأمراض، كبار السن، احنا قاعد نتكلم عن تخصص فعلا كبير، تخصص خطير، تخصص انقذ الكثير، وهذا موجود بشكل كبير، عندنا نسبة كبيرة موجودة وما نقدر ننكر هذا الموضوع، فوجودكم ووجودك شيء مشرف ويبعث الأمل، وإن شاء الله يا رب نشوف مجموعة كبيرة من البنات يقتدون فيك ويكونون في هذا التخصص. حياك الله. الحمد لله، يعني على أول شيء أشكرين على التعريف، كل عام أنتم بخير. أنتم بخير. يعني الحمد لله يا رب على اللي إحنا وصلنا له، وبالعكس يعني في دكاترة قطريين وطبيبات قطريات في مجالات مختلفة عندنا بالجراحة، فهاي شيء يعني جزء بسيط من اللي احنا نقدر نقدمه ان نرد للقطر واللي يرد لمجتمعنا، وان قد ما نقدر ان احنا نساعد، فهو جزء بسيط من اللي احنا سويناه. بس يعني كأخصائية جراحة الثدي في طبيبات في هذا التخصص ولا لا؟ انا اول طبيبة قطرية في هذا التخصص. طبيبة قطرية يعني في هذا التخصص، في طبيبات من جنسيات اخرى لكن اول طبيبة قطرية في هذا التخصص الحمد لله. يعني خلنا نتكلم، بما ان انت اول طبيبة قطرية في هذا التخصص، نتكلم عن مهنة الطب شوي، نتكلم عن من اللي شجعك على اساس ان تدخلين في هذا المجال. اوكي، هو من شجعني على مهنة الطب من الاساس، الفكرة من لما كنت ياهل كانت جدتي الله يرحمها كان فيها روماتيزم، فكنت دائما اروح وارجع وياها على المركز الصحي علشان علاجاتها، فكنت وايد مستانسة اني انا اكون هناك دائما معاها، متى ما قالت ابي اروح قلت لها انا وياك اروح، فكان دائما تقول انت بتصيرين دكتورة تعالجيني. لما جيت على تخصص الجراحة بالذات لقيت نفسي بعد ما دخلت كلية الطب أني أنا ميولي أكثر للجراحة، ميولي أكثر أني أكون بغرفة العمليات، الفن اللي بالعمليات، الأجواء غرفة العمليات كان وايد هاي اللي أنا أوكي هني وين ألقى أنا ارتفاع. من ناحية أورام الثدي ليش بالذات اخترتها، كان في شغلتين، أول شيء حبيت أني أنا أكون بهالمجال من البداية، والشيء الثاني اني حسيت انه يعني بما ان عاداتنا ومجتمعنا وقيمنا ان هالمجال محتاج انه يكون فيه امرأة قطرية او طبيبة قطرية لهم، ان المجتمع تكون فاهمة منهم، لان يتم يعني حتى لو انه لا حياء في العلم لكن يبقى انه موضوع فكرة ان احنا كنساء نفضل انه في خجل، اي حساسية، نفضل ان المعالجة اذا توفرت ان طبيبة على طبيب. نعم. فهاي الأشياء اللي خلتني طبعا اللي لعب دور أساسي فيه بحياتي، يعني خصوصا أني أنا كأم ولدين من فترة دراستي اللي كان لها السبورت الأساسي اللي هو أبوي وأمي الله يحفظهم، يعني وقفوا معي لولا أن دعم أهلي يمكن ما أعرف من وين كان المجال، بس هم دعمهم كان دور أساسي أني من أول ما بديت إلينا الحين اللي ما وصلت له. الله يخليهم لك أكيد ويطول العمر ويخلي لنا أهلنا، لأن إحنا قاعد نتكلم في البداية لو شنو سوينا ولو شنو قدمنا ما راح نقدر. نعم صحيح. طبعاً 6-7 سنوات في هذا التخصص وفي هذا المجال أكيد مروا عليك حالات وحالات وحالات، هل هناك موقف صار معاك خلاك هو اللي تتخذين أنا هذا التخصص؟ أنت قلتي من جانب إنه يمكن شفتي إن المرأة قد تكون خجولة، رغم يعني في عادات في تقاليد في أمور، صار موقف وهو قال لا قلتي خلاص أنا لازم انتهى؟ هو الموقف الأساسي اللي صار كان لما كنت أنا قاعدة أدرس، فكنت جاية هني سويت شهر تطوعي فداومت إني مستشفى حمل، فكنت مع الدكتور وكانت تعرفين من الحريم من الكبار اللي بالعمر جاية يعني هي وبرقعها وداشة مسكينة، فكانت متبي تفحص، فلما يا الدكتور إن لقدت تدور ما كان في دكتور، لما يا الدكتور فحص عليها المرة قعدت تصيح يعني من الحياة اللي فيها، هني حسيت إن لا 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 هاي وين أنا لازم أكون موجودة، يعني الشيء اللي خلاني فعلا دافع إني أكون بهالمجال وأمشي. فلحد الحين أتذكر حتى المريضة واسمها يعني ما نسيتها يعني. بارك الله فيك، الله يطول بعمرها إذا هي عايشة. الله يطول بعمرها إذا هي عايشة. حلو إنه يكون هناك مبادرات من هذا النوع حفاظا على العادات والتقاليد، يعني أنت خليتي نفسك مكانها، خليتي أمك، خليتي أي حد كبير في السن، لأنه فعلا في حياة في خجل مهما كان مهما نعم يعني.
فاحنا قاعد نتكلم الحين عن المراه ودور المراه، وقاعد نتكلم عن مدى فخرنا انه يكون هناك نفس هذا التخصص. باعتقادك ما هو سبب قله عدم وجود فتيات قطريات في هذا التخصص، كونك انت الحين اول دكتوره قطريه في هذا التخصص؟ لو نتكلم على ان قله الفتيات مجال الطب بصوره عامه، اتوقع ان النظره اللي ماخذينها هم ان اوكي معناته ان احنا راح نكون 24 ساعه بضغوطات، 24 ساعه تحت ستريس، مش متواجدين، ما راح نقدر نكمل حياتنا، في اشياء حياه كحياه اجتماعيه، في اشياء وايد راح نفقدها. يمكن هاي الاشياء اللي خلت ان البنات يتجنبون، يعني كجيل جديد حط فكره ان احنا نبي نستانس بحياتنا نعيش، فان لا مجرد تدخل انك طبيبه معناته انه ما عندها حياه، مش قادره. لكن بالعكس، يعني اللي انا اللي يعني مثال ان انا كنت يعني مرتبطه وعندي عيالي اوريدي، ومن خلال دراستي وكملت، مهم جدا واساسي انه يكون هي عندها الرغبه انها تدخل. هاي الاهل يبنونها، ان يبينون لهم شنو اهم، يعني الطبيب او مهنه الطب كمهنه انسانيه، يعني كرقي بالمهنه واخلاقيات المهنه. صح. يعني هاي اشياء احنا كاهل نزرعها بعيالنا، نبين لهم ان المهنه هاي مش مهنه انك انت تبي منها ماده او لا، يكفيك اخر شيء منها ان دعوه او ان ابتسامه او انك انت شفت شلون يعني اهل مريض مرتاحين ونفسيا رجعت لهم. صح. الحياه. فنبين هالنقاط هاي لعيالنا ونحببهم فيها، يعني ما نخلي ان فكره ان لا انت، نعطيهم اولويات غير ان الاخلاقيات مالت مهنه الطب. فيعني احس ان الاهل المفروض شوي نعطيهم ان الوعي بالمهنه نفسها، ان يجون يشوفون حياتنا علشان يعرفون اكثر شلون يشجعون عيالهم. ومثل ما ذكرتي، اذا الواحد عنده حب للمهنه والرغبه شيء اساسي، رغبه في هذه المهنه راح يستمر مهما واجهته من صعوبات. فاحنا لو نتكلم عن الصعوبات، يمكن مع بدايه هذه الازمه، ازمه كورونا، شلون قدرتم تتواجهون هذه الصعوبات؟ شلون قدرتوا تعدون هذه الازمه؟ يعني الحمد لله. شوف، كصعوبات هي مرت الصعوبات، كنا بين اثنين. يعني انا كصعوبات شخصيه كان صعب علي انا مثلا اني انا تحس انك انت مش امان على عيالك، ممكن انك تصير ريسك على اهل. صح. بيتك، على ابوك، على امك. فكنت يعني انا اول 4 شهور ما كنت اشوف ابوي، يعني ولا كنت اشوف اهلي. نفسك؟ تجنبت توتلي اهلي. عيالي كانوا معاهم، فكنت يعني معزوله لحالي. فكان يعني على شعور صعب انك تحس انك مش انت الامان لهم. بنفس الوقت الصعوبات اللي واجهنا ببدايه الفتره، انك انت كانت يعني يعني جائحه الكوفيد كانت جديده على العالم. صح. كله، فازمه ما كنا احنا متعودين عليها، ما كنا ماخذين الاستعدادات تامه ان شلون نتعامل معها، خصوصا مع مرض انت ما له اي اعراض، ما تعرف شلون تتصرف. فمع الاستعداد، مع التدريبات اللي خذيناها، مع انك انت تصير تحت ضغوطات نفسيه، انت تروح المستشفى وما تدري من تقابل، هل ممكن هاي يكون موجب، هل ممكن يكون ما في، هاي كلها كانت اشياء ان بدايتها كنا فعلا يعني ضغط نفسي. لكن مع الدراسات والتبادل الخبرات العالميه اللي بيننا والبروتوكولات اللي طلعت، هاي كلها خلت شوي خففت علينا الضغط. حلو. فيعني كان يعني اقناع بعد المرضى كان وايد مهم، يعني كان بالنسبه لنا احنا كاورام ثدي، المرضى كانوا مريضات اغلبيتهم كانوا خايفين من المبدا، ايش راح يصير علينا احنا؟ شنو بتسوي لنا؟ بنوقف علاج؟ نقدر نجي المستشفى احنا؟ نقدر ندخل عملياتنا؟ شنو بيصير بالخطه العلاج؟ فكان دورك انك انت بعد كطبيب انك انت تهيئهم وتريح، يعني تطمن المرضى، وان احنا بنكمل على نفس الخطه العلاجيه وبنحاول قد ما نقدر نقدم مستوى يعني علاجي لكم نفس المستوى اللي قبل وافضل. هاي كان وايد مهم بالنسبه لنا. طبعا دكتوره، انت ذكرتي نقطه جدا مهمه اللي هي لازم كل فرد انه يسويها، الخوف على نفسه وعلى افراد اسرته بهالطريقه يحافظ على مجتمعه. عزلتي نفسك وابتعدتي عن كبار السن وعن ابنائك بالتحديد، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وهذا الشيء نتمنى انه ينطبق على كافه التخصصات وكافه المجالات، حتى احنا في مجالنا الواحد كثر المستطاع انه يحافظ على سلامته، لان بسلامتك انت راح تحقق سلامه المجتمع. ذكرتي نقطه ان هناك تخوف كبير من المرضى، كيفيه راح تكون الخطه العلاجيه، شلون راح يواجهون حالاتهم بعيدا عن الاصابه بفيروس كورونا والمرض المنتشر، ولكن كل شخص وكل مريض اكيد حاب انه يتابع حالته
سواء كأورام أو أمراض أخرى أو حتى كحوامل، لأن سبق وتحدثنا عن هذا الموضوع. أنتم كان عندكم خطة لمتابعة هذه الحالات، أكيد الجانب النفسي له دور كبير في موضوع المرض. ذكرتي في مجموعة من اللقاءات لك هذا الموضوع، كون الجراحة مهتمة في الجانب النفسي بشكل كبير، وذكرتي نقطة وايد حبيتها أنا في لقاء لك سابق، قلتي إن مش المصاب فقط هو اللي راح يمر في حالة نفسية، وإنما العائلة ككل. فلو تكلمينا عن بعض الحالات اللي جاتك وعن الجانب النفسي وأهميته في معالجة أي مرض كان، وكذلك الأورام. شوف، هو بالنسبة يعني كفكرة شائعة أوردي عندنا كلنا أو عند أي واحدة تمرين عليها، مجرد كلمة سرطان معناته على طول يقولك أوكي يعني أنا راح أموت. معناته أنه خلاص انتهت. في ناس تدخل بعزلة، في ناس تدخل باكتئاب، لأن فكرتهم عن أنه خلاص هاي ورم خبيث، أنه خلاص يعني انتهت الحياة، ما في أي علاج، يعني كيماوي بأضرار الكيماوي الإشعاعي. كمرأة أن تقول تساقط الشعر وشعري بيطيح وشكلي، هاي كلها أمور كلهم يتخوفون منها. إحنا شلون نهيئهم نفسياً كأطباء؟ تقعد مع مريضك. الطبيب مش إنه وظيفتك إنك أنت، أنا كجراحة أي وأدخل وأسوي عمليتي وخلاص أوكي وأحول على المتابعة الثانية. أنا وظيفتي إني أنا من الأساس من البداية أهيئة نفسياً هالخطة العلاجية اللي عندي، أهيئة هو وأهل اللي حوله، لأن المريض أهل المريض يمكن يكونون أمراض يحسون بالمرض أكثر من المريض نفسه مرات، من الخوف اللي فيهم والتوتر إنه ممكن، هل ممكن إحنا نفقد أهلنا، هل ممكن نفقد مريضنا. فإنك أنت تهيئ كامل المريض لهالموضوع للخطة العلاجية وايد مهم. يعني الحمد لله يعني خلال حتى فترة الكوفيد، يعني من عن طريق تعاوني مع الجمعية القطرية للسرطان، يعني سوينا سبورتيف جروب، يعني سوينا جمعيات دعم المرضى السرطان بكل أنواعه. الجمعيات يعني من بالنسبة لي أنا كأمرم الثدي، فكانت الجمعية هاي حطينا فيها الناس اللي أوريدي سيرفايفرز، اللي هم تعدوا المرحلة وتعالجوا وبقوا، والناس اللي هم اللي تعالجون. فكان وايد جميل يعني. صح. فالحمد لله. يعني مثل ما ذكرتي الجانب النفسي جدا مهم، يعني نشوف في حالات يمكن تكون صعبة جدا، ولكن إذا كان عندهم الجانب النفسي وكان عندهم الإيجابية ممكن يعدون هذه المرحلة. ممكن جانب ثاني يكون حالاتهم بسيطة بس ممكن في توتر وضغط عليهم ما يعدون المرحلة. فيعطيكم العافية طبعا على الجهود اللي قاعد تقومون فيها دائما دائما، في خصوصا في هذه الأزمة. نبي كلمة أخيرة من توجهينها للمشاهدين. أول شيء يعني فعلا يعني الأزمة اللي احنا مرينا فيها هاي وايد أثبتت لنا إن احنا التضامن، أو إن احنا من الفرد، دور الفرد، وقاية نفسه والمجتمع والأطباء والإعلام والقيادات العليا، كلنا لما صارت إن التضامن وإيد واحدة قدرنا نعدي هالأزمة الحمد لله على خير، وإن شاء الله الحين بدينا إن مرحلة ما بعد هالأزمة. الشيء الثاني فعلا يعني أبي أوضح إن احنا محتاجين كوادر طبية، أطباء قطريين جميع المجالات، تخصصات الجراحية، يعني رد جزء من اللي قدمته لنا قطر، ومفتوح والمجال واسع لهم بكل التخصصات، وموجودين احنا علشان نعطيهم شنو هم يبون. فيعني اتمنى ان شاء الله يا رب اني اشوف بنات وشباب داخلين عندنا بهالمجال ويكونوا موجودين بالجراحة باذن الله الواحدة. ان شاء الله. دكتورة ارتفاع الشمري، شكرا لك وشكرا لوجودك، وفخورين فيك ان تكونين امراه قطريه مثابره تدعو الى انها تكون متميزه، وانها تحتضن مجموعه من البنات، لان اكيد في طلاب وجولات وسعي دائم ومباشر ان توعيهم وتحببيهم في هذا التخصص. شكرا لك. العفو، يعطيكم العافيه. وقصرت. اذا مشاهدينا، كانت معانا الدكتوره ارتفاع الشمري، امرأة قطرية برزت وتميزت، وما زلنا راح نتحدث عن المرأة ودورها وإنجازاتها في تخصص آخر. وصلنا الحين إلى نهاية هذه الفقرة، ولكن عندنا فقرات أكثر بعد الفاصل. أهلا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، مستمرين وياكم في برنامج في الضحى. وأكيد المواضيع الكثيرة، وأكيد راح نتكلم أكثر عن مركز مناظرات قطر، اللي يسعى من خلال أدواته المتعددة
لأداء رسالته الفكرية والإنسانية في نشر وتعزيز طبعاً ثقافة الحوار في الدول العربية والعالم بشكل عام، وأيضاً يسعى إلى فتح صفحات للحوار والمناظرة العلمية والفكرية في اتجاه القضايا البيئية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية اللي طبعاً تلامس بعمق حياة المجتمعات. وراح نتكلم أكثر عن أنشطة مركز قطر للمناظرات وجديدها في هذه الفترة. يسعدنا أن نستضيف عائشة يوسف النصف، رئيس قسم البرامج التعليمية بمركز مناظرات قطر. حياك الله ويانا وصبحك الله بالخير. الله يحييك وشكرا على الاستضافة. حياك الله أختي عائشة. طبعا أخوي عبد الله ذكر مجموعة من المعلومات، ونبدأ عن مركز مناظرات قطر. ما قصرت، يعطيك العافية. وأختي عائشة أنت كذلك حين قاعد نتكلم عن المرأة القطرية ودورها وصولها كفاحها إنجازاتها يعني مع المركز، يعني أنت كنت دائما معانا وفخورين دائما لما نشوفك حريصة على الظهور الإعلامي، تمثلين هذه المنشآت اللي أنت موجودة فيها، توصلين صوتك، توصلين فكرة. سبق وكنتي مع شوق والحين موجودة معانا، وأكيد كلنا فخر لما تكونين موجودة كرئيس قسم البرامج التعليمية بمركز مناظرات قطر. ابتديتي من 2011 في هذا المركز، تدرجتي وكان لك هدف وكان لك طموح، وصلتي إلى رئيس قسم. إحنا نبي نوصل رسالة قبل ما نتكلم عن مركز مناظرات قطر، عن إن المرأة لازم تكافح، ما في شيء صعب، ما في شيء مستحيل. بعد قلتي لي ترى ان انت حتى ابتديتي مع اختك، شنو السالفه بالضبط وشون ما شاء الله وصلتي الى رئيس قسم، وما هو طموحك في المستقبل؟ هذه رساله اللي بنوجهها لكل فتاه قاعده تتابعنا الحين. ما في شيء صعب، ما في شيء مستحيل، ما في عوائق، خاصه ان دوله قطر داعمه لكافه المجالات وداعمه بشكل كبير للمراه العربيه والقطريه انها توصل وتحقق وتنجز. اكيد بالنسبة للتطور يعني في المركز، أنا جدا فخورة بهذا الشيء. بدايتي مع المركز مثل ما ذكرت، يعني أنا كنت أرافق أختي اللي كانت متناظرة في البداية، والحمد لله رب العالمين يعني لقيت تشجيع من المركز وأيضا من مؤسسة قطر. ومثل ما ذكرتي دولة قطر دائما تشجع الجميع صراحة، الجنسين يعني، للوصول للأفضل. ويمكن شفنا هذا الدعم أكثر في الجانب النسائي، وذلك يعني لإظهارهم، لإظهار صوتهم للعالم. ومن الأشياء اللي أنا جداً فخورة فيها صراحةً هو الفريق الوطني القطري، أن كانوا هم 4 فتيات وما شاء الله عليهم، يعني حصلوا على المركز الأول في البطولة الأخيرة. نعم. ما شاء الله. يعني بما أنك ذكرتي المركز، ذكرتي منتسبي المركز، خلينا نتكلم شوي عن مركز مناظرة قطر، نتكلم عن رسالة هذا المركز خصوصاً في تعزيز الحوار حول العالم. أكيد. المركز تقريباً يعني تجاوز 10 سنوات من عمره في خدمة صراحة مجال المناظرات ومجال الحوار. بدأنا يمكن بداية كانت مع الطلاب، والآن انتشرنا لفئات أوسع. فالحمد لله رب العالمين، يعني وصول المركز لدول متعددة، وصول طلابنا لفتح مراكز في هذه الدول شيء نفخر فيه دائما. نشر ثقافة الحوار، المحاججة، التفنيد، هذه الأمور كلها، وأيضا التفكير الناقد. فلما نشوف احنا طلابنا اللي بدأوا معنا في المراحل المبكرة حاليا يفتحون مراكز في دولهم، هذا شيء جدا يدعونا للفخر بالمركز وبإنجازاته. نعم. المركز دائما مشارك ومتواجد في كافة المناسبات والنشاطات، في اليوم الوطني دائما حريصين انتم تستهدفون جميع الفئات العمرية، حريصين كل حرص انه يكون لكم دور ومساهمة في حتى الأزمات. شنو كان دوركم مع أزمة كورونا؟ لان احنا شفنا الكل، الأفراد، الشركات، الجهات، كان يسعى لأنه يقدم شيء يخدم بلاده ويخدم أفراد المجتمع. أكيد. طبعاً اللي صار في أزمة كورونا، يعني مثل ما نقول لها الأزمة خذت منا، لكن بالنسبة لمركز مناظرة قطر أعطتنا أيضاً. فقدرنا بحمد الله أن احنا نعطي من خلال العديد من الورش اللي قدمناها بشكل إلكتروني، قدرنا نتواصل مع طلابنا، مع سفرائنا، ومع أعضاء أكاديمية النخبة في خارج دولة قطر. وقدرنا ندعمهم بطريقة المركز في تقديم أفضل خدمات نقدر نقول في مجال المناظرات للمستفيدين، سواء كانت ورش إلكترونية، سواء كانت مناظرات عن بعد، وهذه تقريبا ما صارت بشكل كبير مسبقا. فالعديد من الدول قدرت تقدم بطولات عن بعد، من بينها طبعا نقدر نقول الكويت وتونس. نعم. وايضا من خلال عن بعد ومن خلال الالكتروني اكيد اصدرتوا مجله مركز مناظرات قطر، فخلينا نتكلم عن هذه المجله الالكترونيه وشنو تطمحون ان توصلونه من خلال هذه المجله. اكيد. بالنسبه لمجله مركز مناظرات قطر، احنا نعتبرها منصه الكترونيه تقدر توصل لاكبر عدد من الاشخاص، تختص في مواضيع معينه، بحيث ان هذه المجله ممكن تكون لك وجهه نظرك تجاه قضيه معينه.
بمراجع أكاديمية بأدلة من الطرفين سواء المؤيد أو المعارض لأي قضية من القضايا. تم طرح طبعا العديد من القضايا من خلال هذه المجلة، لكن أغلبها في الفترة الأخيرة كانت متعلقة بأزمة كورونا، كيفية تعامل الدول أو المؤسسات مع هذه الأزمة. أيضا المجلة تتيح طبعا فتح محتوى فكري، وتتيح أيضا استعراض مواهب الطلبة في الكتابة، فممكن لأي من طلبتنا التقدم مثلا بمقالات معينة لعرضها في هذه المجلة، بحيث يكون كل مقال فيه مؤيد ومعارض وفيه أدلة على كل طرفين. حلو، انزين لو نتكلم عن المعسكر الصيفي للمناظرات كذلك. المعسكر الصيفي طبعا نحن تمنيناه يكون واقعا لكنه كان عن بعد، ومع ذلك لم ينتقص ذلك من جماله أي شيء. فكان عندنا معسكر على مدى 3 أسابيع شاركوا فيه 3 دول اللي هم قطر، سلطنة عمان ودولة الكويت، تقريبا 30 طالب، بحيث أنه كان في 10 من كل دولة. والحمد لله المعسكر يعني رفع المستوى التناظري لجميع الطلبة. حلو، يعني ما كان في عائق ابدا، وانما انتم حاولتوا انه تكونوا متفاعلين متواجدين رغم الظروف اللي احنا شفناها. بالعكس، احنا شفنا تفاعل جدا كبير والتزام جدا قوي من الطلبه، والعديد من الطلبه من ال30 طالب قدموا مشاريعهم لتطوير المناظرات سواء في دولهم او حتى في دوله قطر. يعني انت قبل شوي ذكرتي لنا اكاديميه النخبه، فخلينا نتكلم شوي عن اكاديميه النخبه، نعلم المشاهد شنو هي هذه الاكاديميه، شنو تضم هذه الاكاديميه، واكيد استمرارها خصوصا في هذه الفتره. بالنسبة لأكاديمية النخبة طبعا هي أكاديمية حين وصلنا فيها الدفعة الثالثة من أكاديمية النخبة، تضم أفضل المتناظرين من دول مختلفة اللي شاركوا معنا في البطولات الدولية السابقة. احنا سنويا تكون عندنا بطولة دولية تجمع يعني العديد من الدول، فنختار من بينهم أفضل المتناظرين ونضيفهم لأكاديمية النخبة بحيث أن يأخذون تدريب متطور، بحيث يكون كل عضو من أكاديمية النخبة هو بداية انطلاق في دولته للمزيد من التدريبات ودخول المزيد من المتناظرين. بطولة العالم فريق قطر، نتحدث عن البطولات اللي دائما يكون لكم دور فيها. أنا من شوي ذكرت لك أن عندنا الحمد لله 4 فتيات قدروا يوصلون لبطولة العالم. بطولة العالم في هذه السنة كان مفروض إقامتها في المكسيك، لكن تم تأجيلها لسبب أزمة كورونا. لكن في نفس الوقت تم تقديم بطولتين، هي بطولة هلسنكي وبطولة العالم عن بعد. فبحمد الله في بطولة هلسنكي تم أخذ المركز الأول عن طريق دولة قطر، بحمد الله عن طريق فتياتنا، وكانت العنود الثاني هي المتحدث الأفضل في هذه البطولة. حاليا عاشق قاعد نشوف بعد مجموعة من الصور، لو تحبين تعلقين وتتكلمين عن الفتيات أكيد. اللي موجودين أكيد صبر. هذه العنود الثاني مثل ما ذكرتكم من شوي كانت هي أفضل متحدث مبتدئ في هذه البطولة، وايضا حصلت على المركز السابع بشكل عام في البطوله. ما شاء الله الحمد لله، وهكذا تستمر انجازات المراه القطريه، وكلنا فخر لما احنا نشوف بناتنا بصغر سنهم قاعد يحاولون ينجزون ويتميزون في جوانب عديده وكثيره. رساله توجهينها لكل بنت قاعده تتابعنا. طبعا انا اقول لهم لا يوقفكم طموحكم عن اي شيء، اتمنى ان من جميع الفتيات الاستمرار. بالنسبة لنا في المركز احنا نقدر ندعم الفتيات بما نستطيع، يعني سواء في الورش اللي يحضرونها سواء كانت عن بعد او ان شاء الله ما بعد عودتنا للحياة الطبيعية باذن الله. نعم، انت ذكرتي قبل شوي موضوع المجلة ان اللي عنده مقال ممكن ان تعرضونه في المجلة، ولكن المقال هو بيطرشه لكم وانتم راح يكون عندكم الرأي المؤيد والرأي المعارض للمجلة، ولا شلون نظام ان الواحد يقدم مقال عندكم؟ مثلا يختار موضوع معين، مثلا من يقع على عاتقه اختيار القرار الطبي، هل هم الوالدين او الاطباء؟ فيعرض وجهات النظر المختلفه سواء كانت مؤيده للاطباء او معارضه للاطباء وايضا لاولياء الامر، فيعرض وجهتين النظر في مقال واحد بحيث انه يكون يبني قضيه مثل ما نقول، بحيث كان معارض او كان مؤيد لهذه القضيه، ويقدم طبعا الادله والحجج لكل طرف منهم. وشلون ممكن الواحد يتواصل معاكم، الواحد يدخل معاكم في مركز مناظرات قطر؟ يعني اكيد في ناس وايد حابين يدخلون، فلو نعرف منو هي الاعمار اللي انتم تستهدفونها خصوصا في المركز؟ والله اقدر اقول لك جميع الاعمار، الجميع مرحب فيه سواء كانوا من الطلبه بجميع مراحلهم الدراسيه او ما بعد ذلك. الحمد لله كمركز تعاوننا مع العديد من المؤسسات، تعاوننا ايضا مع العديد من الافراد من غير المؤسسات. فاي شخص حاب يتواصل مع مركز مناظرات قطر، عندنا موقع المركز، موقع بحمد الله متكامل، وممكن الشخص يحصل فيه على اي معلومه يحتاجها، اضافه طبعا للمحتوى المعرفي الموجود في هذا الموقع، من ناحيه الملخصات الموجوده، من ناحيه الكتب الالكترونيه، ومثل ما ذكرت المجله،
وايضا عندنا قسم واحد الحوار اللي كان احد برامجنا ويعرض ايضا محتوى اكاديمي متخصص جدا. عائشه، طموحك في المستقبل شنو بعد ما صرتي رئيس قسم البرامج التعليميه؟ والله الطموح ان نقدم الافضل ان شاء الله لمركز مناظرات قطر، للمؤسسه اللي دعمتنا دائما على هذا الشيء. نعم، يعطيك العافيه وخير من ممثل مركز مناظرات قطر، فخورين فيك وفي بناتنا القطريات العربيات اللي دائما يسعون الى التميز، وان شاء الله يا رب نشوفك في اعلى المناصب في كل مرحله كنا نستضيفك، وان شاء الله نستضيفك في الحلقات القادمه بانجاز اخر يضاف لكم. شكرا لك. شكرا جزيلا. يعطيك العافيه. شكرا لك وما قصرتي على حضورك، واكيد احنا دائما ندعم بناتنا وندعم كل اللي يقدمونه ان شاء الله. نعم عبد الله، بس لا تزعلنا اليوم العنصر النسائي طاغي، ولكن بالتاكيد ما لنا غنى عنكم، ابهاتنا واخواننا احنا كلنا عناصر تكمل بعض. صحيح. بالتاكيد، وكلنا لنا هدف ورساله ساميه، لابد نكون يد واحده علشان نوصل للي احنا نتمناه، وعلشان يكون لنا تاثير كبير على ابنائنا وبناتنا. على ابنائنا وبناتنا نتكلم شوي عن الاطفال، نتكلم عن الاطفال، والحين جو بحر واستمتاع، شلون نحميهم وشنو لازم نحط لهم والوقاية والاهتمام، غير الوقاية طبعا من الفيروس والتعقيم. خلينا نشوف الوقاية وشون نحمي ابنائنا لما يروحون على شاطئ البحر. تأتي بداية فصل الصيف هذا العام بتزامن مع إعلان أغلب الدول لخطة التعايش مع فيروس كورونا، ومع رفع القيود التدريجية لهذا الفيروس اتجه العديد من الأشخاص لقضاء العطلة الصيفية على الشواطئ بعيداً عن أجواء المدينة الصاخبة، وهو الفصل الأمثل للسباحة والاسترخاء وممارسة النشاطات كافة بعيداً عن العمل والدراسة، وليس خافياً على أحد الأضرار والأمراض التي تسببها أشعة الشمس الحارقة. إليكم أهم النصائح لتفادي ضربة الشمس والأمراض الجلدية الناتجة عن أشعة الشمس فوق البنفسجية. تناول الماء بكثرة تفادياً للجفاف، وضع كريم يقي الجلد من أشعة الشمس، وتكرار هذه العملية كل ساعتين. اختيار ملابس واسعة مناسبة لحماية الجلد، عدم التعرض للشمس في ساعات الظهيرة، عدم نزول البحر إلا بعد الساعة الرابعة عصراً، ارتداء قبعة ونظارة لحمايتك من أشعة الشمس، الاستحمام قبل وبعد نزول البحر، تغيير ملابس البحر بمجرد الخروج منه والاستحمام، عدم الاسترخاء تحت أشعة الشمس لوقت طويل تفادياً للحروقات الجلدية، وتناول أيضاً الخضروات والفواكه، ولا تنسى الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإرشادات الوقائية. ومن المهم جداً أن نعرف أن عنصراً واحداً لا يكفي لحماية نفسك، بل عليك أن توفق بين هذه النصائح جميعها لوقاية نفسك وتفادي التعرض للأمراض الجلدية الصيفية وضربات الشمس. مشاهدينا الكرام، وياكم في هذا التقرير، لازم نحافظ على نفسنا وخصوصا نحافظ على عيالنا من أشعة الشمس القوية خصوصا في هذه الفترة. ومثل ما قال التغيير، تروح البحر حاول تروح، ولكن يوم تشوف الشمس خفيفة تقدر تسبح وتاخذ راحتك، ولازم تتبع الإجراءات الاحترازية. طبعا في أوقات معينة لأشعة الشمس، حتى اللي يبون ياخذون تان وما تان وهذه الأمور، واحد يقدر يبحث أكيد عن كل التفاصيل، حتى واقي الشمس ضروري ورئيسي حتى لو ما كنت رايح للبحر، اما في حياتك اليوميه تقدر تستخدمه. صح، وبعد يعني من الاشياء المهمه اللي لازم نستخدمها كشباب وكصغار وككبار، وجبه الفطور. حنين، شلونك مع الفطور؟ شوف صراحه، اول شيء على طاري الاكل، حتى في موضوع البحر ترى تحتاج مجموعه من الاطعمه تعوضك عن نقص الماء وهذه الامور. طبعا في اخصائيين ودراسات كثيره، وانتم تقدرون تدشون وتبحثون. الفطور انا استغرب صراحه من الناس اللي ما يتريقون. أنا مستحيل أقوم الصبح ما أتريق، أحس بنزين. لازم أخذ وقود. يختلف من طبيعة شخص لآخر. أنت شكلك ما تتريق. أنا الحين بديت أتريق يعني الحمد لله، بعد ما عرفت أهمية هذه الوجبة، صراحة مهمة جدا. فإيش رايكم نشوف، إيش رايك نشوف أهمية وجبة الفطور في تقريرنا؟ بس تشوفها حقك، أنا أتريق. زين، نشوف وياك بهذه الفقرة ونرجع.
وجبة الفطور هي الوجبة الأولى في اليوم والتي يهمل تناولها الكثير من الناس، وتعتبر وجبة الفطور من أهم الوجبات، حيث ربطت العديد من الدراسات تناول وجبة الإفطار بصحة الجسم. فتساعد وجبة الإفطار على تزويد الجسم بالطاقة التي يحتاجها لإنجاز الأعمال المختلفة في بداية اليوم واللازمة لعمل الدماغ والعضلات بشكل سليم، تساهم في تحسين الذاكرة ومستوى التركيز، وتعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار بالجسم، وتساعد على السيطرة على مستويات السكر في الدم وانخفاض خطر الإصابة بالسكري. وجبة الإفطار تساهم أيضاً في انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتعمل على تحسين الأداء البدني وزيادة القوة والقدرة على التحمل. وتساعد وجبة الإفطار الصحية على تزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم للنمو بشكل سليم. وأخيراً، تعمل وجبة الإفطار على المساعدة في إنقاص الوزن، وذلك في حال استهلاك معظم السعرات الحرارية اليومية في الصباح. وصلنا وياكم مشاهدي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج في الضحى. نتمنى أن استمتعتوا في هذه الحلقة من خلال المواضيع الشيقة اللي تكلمنا عنها، ومن خلال تركيزنا على المرأة القطرية ودورها خصوصا في المجتمع. وأكيد يعني وجبة الفطور مهمة، بعد ما شفت هذا التقرير إن شاء الله كل يوم راح أتريق إن شاء الله. بس أنت قاعد تتبع نظام غذائي معين لزيادة في الوزن، صحيح؟ صحيح. يعني شوف سبحان الله شنو الغذاء يأثر تأثير كبير. يعني في أطعمة تخليك تزيد في وزنك، وفي أطعمة تنقص وزنك. يمكن أنت الحين الناس كلها حاستك، الناس كلها تبي تضعف الحين وأنت تبي تمتن. لا فعلا في حالات كثيرة قاعد نشوفها، يعني يمكن يبون زيادة في الوزن فيسعون أنهم يتبعون نظام غذائي معين على أساس يزيدون في الوزن. إحنا علينا نتبع نظام غذائي لإنقاص الوزن، بس نمتن عضلات، يعني مو بدنا نزيد دهون، فلازم ناكل أكل صحي ونعرف شنو ناكل على أساس إنه نقدر نزيد الوزن المثالي اللي إحنا نبي. وحتى لو ننزل وزن، ننزل وزن مثالي نبي إن شاء الله. فنرجع ونقول أكل غذاء سليم علشان تقدر تكمل يومك وتكمل حياتك. وحتى للمهتمين بالعناية والبشرة والاهتمام، ترى الغذاء يلعب دور كبير. نقدر نقول وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى أنكم استمتعتوا في هذه الحلقة. نفس ما ذكرنا في البداية، سلطنا ضوء بشكل كبير على العنصر النسائي والمرأة، ولكن في برنامجنا في الضحى في كل يوم نسلط الضوء على حدث وإنجاز وشخصية وإبداع وفن وفنانين، وهذا واجبنا أن احنا نسلط الضوء وندعمهم قدر المستطاع من الناحية الإعلامية. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. بكرة إن شاء الله تكون حلقة أكيد مميزة مع زملائنا الإعلاميين اللي دائما يقدمون شيء مختلف وشيء جديد. تابعوا المواضيع لأن أكيد راح تكون مواضيع شيقة. شكرا لكم ولحسن المتابعة. مع السلامة. مع السلامة.